Writing this memoir has been a deeply personal and reflective journey for me. هذه ليست قصتي فقط، إنها بمثابة تحذير لجميع الأمريكيين. أذكركم بأن حريتنا وحقوقنا يجب أن تحترم. بهذه الكلمات وجهت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهاماً صريحاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بانتهاك خصوصيتها، وذلك بسبب مداهمة المكتب الفيدرالي منزل زوجها ترامب الواقع في مارالاغو بولاية فلوريدا من أجل البحث عن وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض، حيث ظهرت زوجة المرشح الجمهوري ترامب قائلة إنها لم تكن تتخيل أبداً أن الحكومة ستنتهك خصوصيتها هنا في أمريكا بعد مداهمة مكتب بالتحقيقات الفيدرالي منزلها في فلوريدا وقيامه بتفتيش متعلقاتها الشخصية. وكانت زوجة المرشح الجمهوري ترامب قد نشرت هذا الفيديو على حسابها بمنصة إكس ترويجاً لما هو قادم من عملية نشر لمذكراتها التي قالت إنها سترى النور ربما الشهر المقبل.